مريم من جديد بجدد اكيد تحياتي ليكي ولضيوفك ولكل مشاهدي متابعي شاشه قناه هو النادي الاهلي مسمع في البيجامه؟ كل مكان. زي ما انت قلتي معانا في هذه اللحظات ساره امين، واحده من نجوم مباراه اليوم. الحقيقه ان هي شفنا اداء اكثر من رائع منها النهارده. مي يا ساره، برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي. في الاول الف مبروك على فوز النهارده، شايفه الماتش كان ماشي ازاي؟ الله يبارك فيكي. طبعا الماتش كان في الاول لسه مش عارفين، مش داخلين في مود الجيم. قدرنا الحمد لله ان احنا الشوط الثاني والثالث نتغلب عليهم بسهوله. قدرنا طبعا من امبارح بنعمل تحضير يعني للماتش، بنشوف الفيديو بتاعهم الفرقه بتلعب ازاي، اتجاه ضربهم، ارسالاتهم، كل حاجه علشان نقدر نلعب معاهم النهارده. والحمد لله قدرنا ان احنا نحسم الماتش في الاخر الحمد لله بطريقه سهله يعني الحمد لله. شايفه المنافسه بين الفرق لحد دلوقتي شكلها عامل زي؟ انتوا الماتشات كلها فرق سكور واسع قوي، في فرق كبير جدا بين في كل شوط، في فرق سكور كبير، ما فيش منافسه حقيقيه، الماتشات كلها بتكون تقريبا وان سايد جيم. شايفه لحد دلوقتي انتوا دخلتوا في اختبار حقيقي ولا لسه؟ احنا لحد دلوقتي خلاص دي منطقه الحسم زي ما بيقولوا. احنا طبعا لسه الماتشات سهله بالنسبه لنا لان احنا لسه اول المجموعه بيلعب رابع المجموعه الثانيه، فالموضوع لسه بعيد شويه، لكن خطوات واحده واحده هنقابل فرق اصعب، فالبطوله ماشيه تدريجي. وحاسه يعني بكره ان شاء الله هيبقى ماتش اصعب من امبارح، من اول امبارح كده، وان شاء الله يعني نوصل للفاينل ونكسب البطوله ان شاء الله. طب غششينا، كابتن ابراهيم بيقول لكم ايه بقى بين بعد كل ماتش عشان يحافظ لسه على الموتيف بتاعكم وعلى استعداداتكم لكل ماتش، وان انتوا كل ماتش ما تبقوش بقى خلاص احنا واثقين ان احنا تمام وماشيين احسن من الفرق الثانيه، فيبقوا بتنزلوا باداء مختلف عن اللي احنا شايفينه منه؟ طبعا بيدينا موتيف ان احنا لازم كل ماتش نديله اهميه، ما يبقاش اي ماتش بننزله مستهترين بالفرقه، لا بنلعب لينا احنا، مش بنلعب لاي حاجه تانية، احنا بنلعب علشان نرفع في الاخر كاس افريقيا ان شاء الله. فان شاء الله يعني هو كابتن ابراهيم على طول بيتكلم معانا ان لا يعني ندي كل ماتش حتى لو كانت الفرقه فين نديها حقها يعني ان شاء الله. هتستعدوا ازاي للماتش اللي جاي؟ عندكم النهارده ريكفري ولا اتفقتوا على ايه؟ عندنا طبعا هنريح النهارده، عندنا فيديو طبعا ميتنج للماتش بتاع بكره، للفرقه بتاعت بكره، وبنحفظ بقى اتجاهات ضربهم ازاي بيلعبوا وكده، وان شاء الله يعني يبقى ماتش سهل ان شاء الله. بتمنى لك كل التوفيق يا ساره. شكرا. ميرسي، ربنا يخليكي، باي باي. مريم، ده كان لقاءنا مع ساره امين، واحده من نجوم الماتش النهارده ومباراه اليوم، والعوده اليكي مره ثانيه في الاستوديو.